صباح الخير، صباح الهنا، وصباح الفل من احلى مكان في العالم، من مدينه العلمين الجديده. لسه مخلصين ويكند مش قوي عادي، يعني قوي جدا جدا جدا. كان في تنوع اعتقد انه الاكبر من نوعه في كل المجالات، بيستهدف كل الناس في المدينه، في مدينه العلمين، في زوارنا من خلال مهرجان العلمين في نسخته الثانيه، وخارج المدينه من خلال شاشات التلفزيون المختلفه، وحتى يعني محطات الراديو. صباح الفل. الحقيقة انه ده تطور طبيعي للتعب وللجهد وللهدف الواضح قصادنا جميعا، من الغرض والهدف وراء اصلا مهرجان العلمين. احنا شفنا بداية بقى من رالي سيارات الكهربائية على مستوى الجامعات الاكبر في النوع في الشرق الاوسط، وشفنا الموتور ويك السباق السيارات اللي لسه مكمل كام يوم معانا، والحقيقة هو يعني في جنسيات كتيرة جدا وفي عربيات كتيرة جدا، وهو جامد جدا، ويمكن اللي بيحب العربيات ودي رياضة ناس كتيرة جدا بتحبها، شاف الحضور الكبير وشاف الاهتمام الكبير بالموتور ويك في مدينة العلمين، ده غير مسرحية التلفزيون وغير حفلة حمزة نمرة وسعاد ماسي ومسار إجباري. وعايزة أبارك كمان لدوري أبطال السيدات اللي فاز بيه ملوك العلمين، والحقيقة كانت ماتشات قوية جدا 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 لأحلى بنات في العالم، ويا بختهم كانوا بيلعبوا كورة على البحر، والحقيقة حققوا نتائج هايلة وحققوا صورة جديدة مشرفة للرياضة المصرية وللست والبنت المصرية، يعني جامدين جدا جدا جدا. كنت بحب أعدي أتفرج عليهم لأن هم بيقدموا حاجة مشرفة قوي، غير التنظيم في كل الفعاليات دي، ويمكن دي من أهم النقط اللي أنا دايما بحب أعيدها، لأنه مسألة التنظيم دي مسألة مهمة جدا، بتحط المهرجان في حتة معينة، بتحطه على الخريطة زي ما بيتقال. احنا عندنا تنظيم او نقلنا تنظيم ونقلنا شغلنا دي في حتة تانية، ودايما بواجه التحية لشركة تذكرتي ولشباب تذكرتي اللي موجودين في كل حتة في مدينة العلمين، بيساعدوا كل الناس في كل الفعاليات دي. سريعا كانت اهم الفعاليات اللي موجودة في الويكند.